World Speech Day هو اليوم العالمي للاحتفال بالخطابة، ينقام كل 15 مارس من كل عام. في هذه المرة كان في الطبعة الثالثة، لأنه عنده 3 سنوات من اللي تمت هذه المبادرة. المؤسس نتاعها هو سايمون جيبسون، إنجليزي. الأهداف تاع هذا الحدث، هذا World Speech Day، هي أهداف عديدة. أنا اللي حاجة اللي خلتني أني نروح معاه سيكو أنه يعاونهم يتعلموا Public Speaking، يتعلموا الكونفيدنت، ثقة بالنفس، يتعلموا كذلك الإدوكيشن ليدرشيب، يعني هذه القيادة التربوية، بمعنى أنه يقدر يتحكم في القسم نتاعه. وكطالب مش احنا دائما عندنا في بالنا التحكم في القسم عندها للاستاذ، وانما لا، كذلك حتى الطالب يتعلم يشارك افكاره امام الاخرين وامام الاكبر منه سنا بالتحديد. وكانت يعني فكرة تصب في نحو التغيير، نحو وصول بهذه التلاميذ إلى المحادثة بهذه اللغة التي دائما يرونها بأنها لغة صعبة. فثمنت هذه الفكرة وأبدعتها، وكل ما هو يصب في مصلحة التلميذ لكي يتغير. حكينا كيفاش فوتيها الصباح، كيف كنتي قلتي لنا يا بنتي تهضري في الميكروفون، حكينا كيفاش فوتيها، كيفاش جاتك الحالة؟ بحماس. الثاني لو كان يعاود يديرها مره ثانيه غادي تشاركي؟ لا. واش تقولي للاساتذه اللي داروا لك هذه الاستاذات اللي نظموا هذه الحاجه، واش تقولي لهم؟ اشكرهم واتمنى ان عندما ان اشارك مره اخرى. كان شكرا جميلا، اتمنى ان يعيدها مره اخرى من اجل ان اشارك فيها. وكيفاش كانت تجربتك الصباح في الخطاب تاعك؟ واش كيفاش كانت؟ كانت جيدة، وأتمنى أن أعيد أن ألقي خطابا آخر بأفكار جديدة. ممتاز. وش قلت لهم تاني؟ كيفية تغيير النفس من أجل تغيير أنفس الآخر. وش تقول الأستاذات اللي داروا هذه الفكرة؟ شكرا على ما قدمته، وأتمنى أن تعيدوا هذه الفكرة مرة أخرى. هذه التجربة جميلة جدا وأعجبتني جدا، وأبدعت فيها كثيرا جدا. وش حكيت لهم انت ذا؟ حكيت تغيير من النفس. تغيير من النفس. وش قلت لهم؟ باش يحسنوا من أخلاقهم ويغيروهم. وش ثاني؟ وأعطيتهم آيات بينات. آيات وحديث وحكم. لو كان تعاود تشارك في هذا، لو كان يعاود يديرها تعاود تشارك فيها؟ نعم. عجبتك الفكرة؟ نعم. واش تقول لهم في الأساتذة اللي قالوا لك هذه؟ أشكرهم جد الشكر على أنهم ثابروا من أجلنا باش نشاركوا.